وكالعادة وأنا كل يوم بحب أجيب الخبر ده لحضراتكم، لأنه بقول لحضراتكم دائما هذا الخبر هو خبر مهم. موسيماني هو احنا بنقوله هو كل يوم، ولكن هو بيختلف عند موسيماني. بمعنى ايه؟ خبر موسيماني يحضر اللاعبين بالفيديو استعدادا لمباراه بيراميدز. الفيديو بتاع امبارح غير الفيديو بتاع النهارده. الفيديو بتاع امبارح قد يكون نقاط القوه اللي موجوده في بيراميدز، النهارده الفيديو بتاع موسيماني بيكون نقاط الضعف اللي موجوده في بيراميدز. انا بس حابب انقل لحضراتكم كل ما يحدث في مران النادي الاهلي، او يعني طبعا اللي نقدر نقوله في هذا الموضوع. فممكن جدا الخبر اللي حضراتكم تسمعوه هو نفس الخبر، ولكن الخبر محتواه او موسيماني لما بيجي يعمله امبارح غير النهارده. امبارح محاضره في الناحيه، قد تكون يعني في الناحيه الدفاعيه للنادي الاهلي، قد تكون بكره في الناحيه الهجوميه للنادي الاهلي. زي ما حضراتكم وعملنا تقرير مع حضراتكم في استاد الاهلي والسلام الرائع الحقيقه خلال الفتره الاخيره، لما وريتكم ان دايما موسيماني بيبقى موجود في غرفه خلع الملابس قبل المباراه على طول، بيبقى موجود شاشه لعرض بعض الامور او بعض الجمل الفنيه اللي موسيماني بيبقى عايز يقولها للاعبين. وبالتالي فيديو النهارده غير فيديو امبارح، الكل بيحاول او موسيماني بيحاول ان هو يركز فقط في النواحي الفنيه في هذه المباراة. زي ما قلت لحضراتكم هي مباراة زي أي مباراة، ثلاث نقاط مهمة، ثلاث نقاط صعبة، بتلعب فريق قوي عنده مجموعة جيدة من اللاعبين اللي موجودين واللي عايزين يثبتوا إن هم من أفضل اللاعبين اللي موجودين. ولكن في النهاية زي ما قلت لحضراتكم عندك غيابات أيمن أشرف، عندك غيابات محمد هاني، وعندك بقية الغيابات الفنية، ولكن في النهاية الأهلي بمن حضر. الأهلي هيلعب بال11 لاعب، هيموتوا نفسهم جوه الملعب علشان يكسبوا هذه المباراة، ونطوي إن شاء الله صفحة هذه المباراة، ونفكر في مباراة يوم الأحد القادم. ونفس الكلام اللي هنقوله، اللعيبة كلها هتموت نفسها عشان تلعب وتكسب الثلاث نقاط، وهو المهم بالنسبة للعيبة النادي الأهلي اللي عايزين يفرحوا طبعا جمهورهم.